بل على الهاتف، على الهاتف طبعا الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع. يا استاذ محمد مساء الفل عليك. مرحب بيك يا امير، ودايما كالعاده متالق كده وخمس الاهلي. ربنا يخليك يا محمد، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل يا كابتن. الله طمنا على كل الاستعدادات الخاصه بمنتخب مصر قبل ساعات قليله جدا جدا من انطلاق بطوله الامم الافريقيه غدا ان شاء الله، واول مباراه امام زيمبابوي. الكواليس ماشيه ازاي؟ برنامج المنتخب من دلوقتي لحد موعد المباراه هيكون ايه؟ يعني هو طبعا اول حاجه المنتخب هيتواجد في استاد القاهره الساعه 8 النهارده بالليل. هيتفقد بس ارضيه الملعب كده، واللعيبه تمشي على ارضيه الملعب كويس. ويشوفوا الملعب. طبعا يعني الاحتفال الافتتاح والانتهاء من ارضيه الاستاد والحاجات دي كانت منعت ان المنتخب يتواجد الفتره اللي فاتت او يتدرب في استاد القاهره، ونفس الامر طبعا لمنتخب زيمبابوي. ده طبعا لوائح بتنص ان هو اي منتخب لازم يخوض تدريب رئيسي على الملعب اللي هيلعب عليه المباراه، لكن ظروف حفل الافتتاح طبعا منعت ده، والمنتخبين متفاهمين الموقف، وخلاص كل منتخب بيتدرب على ملعب معين. زيمبابوي بيتدرب على استاد دكه الحديد، ومنتخب مصر بيتدرب على استاد الكليه الحربيه، وخد تدريب امبارح. النهارده تدريب رئيسي برضه بعد ذلك في استاد القاهره الساعه 10. المنتخب هيبقى موجود في استاد القاهره امير الساعه 8، يتفقد ارض الملعب ويشوف ارضيه الملعب ويشوفوا الاجواء بتاع الملعب ازاي، ياخدوا حساسيه الارضيه قبل ماتش بكره. بعدها يبقى التدريب الختامي والرئيسي الساعه 10 في استاد الكليه الحربيه، ويعني وخلاص ده بالنسبه لليوم النهارده. بكره طبعا المنتخب هيتحرك حوالي 7:30 او 7 من فندق في احد الفنادق القريبه من المطار، مطار القاهره، وهيتواجد في استاد القاهره حوالي الساعه 8 8:30. وهيتدربوا، مش هيتدربوا في ارضيه الملعب عشان حفل الافتتاح، هيتدربوا في جزء معين كده هيتدربوا فيه، وان شاء الله خلاص يعني خلاص قبل 24 ساعه. ونفس الامر برضو في زيمبابوي، هيتواجد برضو حوالي الساعه 8 في استاد القاهره. ان شاء الله نتمنى هتبقى ضربه بدايه وموفقه كده للمنتخب باذن الله، ونحقق 3 نقاط. ماتش مهم وماتش صعب طبعا، ضربه البدايه في اي بطوله اكيد تحديدا لصاحب الارض او الفريق بتبقى مهمه، وزي ما قلت امبارح برضه امير شفنا 4 منتخبات كلهم بيلعبوا لك احنا هنطلع اول او ثاني، بنتنافس على المركز الاول والثاني، بتنافس على المركز الثالث، فده هيدي للمجموعه قوه، وده بيؤكد ان المجموعه صعبه مش مجموعه سهله زي ما الناس فاكره. فيها منتخبين هيبقوا منتخبين يعني بالمعنى القروي بيشمين في الكوره، اوغندا وكونغو تحديدا وزيمبابوي، الثلاث يعني 3 منتخبات هيبقوا بالمعنى القروي بيشمين. ان شاء الله نقدر نحقق فوز، وان شاء الله نتخطى اول مباراه. وبالنسبه للتشكيل بقى امير، ده اللي عايز اسالك عنه، لان ده سؤال الشارع المصري في اللحظات دي، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بحراسه المرمى. الاقرب مين في حراسه المرمى، والتشكيل الاقرب ممكن يكون ايه؟ يعني هو قبل ماتش غينيا كان احمد الشناوي الحارس رقم 1 لمنتخب مصر، تمام، لكن بعد ماتش غينيا والمستوى اللي ظهر بيه محمد الشناوي، وان الراجل الاجيري تحديدا مقتنع جدا بمحمد الشناوي كويس. محمد الشناوي المنافسه كانت صعبه طبعا، الاثنين حارسين مميزين طبعا وكل واحد عنده خبره دوليه، لكن المؤشرات الاوليه اقول الاقرب محمد الشناوي يبقى حارس مرمى منتخب مصر بكره في ماتش زيمبابوي. ماتش زيمبابوي طبعا محمد الشناوي حارس منتخب كاس العالم، فده بالظبط بيدي له افضليه. بيدي له افضليه، وهو الحارس الاساسي المنتخب في السنه الاخيره تحديدا مع كيف اكتوبر، فده طبعا بيدي له افضليه على حساب احمد الشناوي. باقي المراكز خلاص بالنسبه خلاص يعني اعتمدت يعني ايمن اشرف في ظهير ايسر بعد منافسه قويه جدا من احمد ايمن منصور، تمام، لكن خبره ايمن اشرف امير هي طبعا كانت فيها برضه في الافضليه، وان هو عنده بقى في وزن من الدفاع والهجوم. نفس الامر برضو يعني خلاص احمد حجازي وباهر المحمدي باهر المحمدي مش محمود علاء، باهر الاقرب عنده هو الاقوى خلاص، يعني هو كان منافسه قويه جدا من محمود علاء برضو اكيد لا احمدي طبعا حاجز مكانه في الكفه اليمنى، النني وطارق حامد برضو في نفس الامر، تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح، مروان محسن هيقود هجوم المنتخب. في 3 بقى و4 لعيبه دول هيبقى فيهم معظمهم هيبقى فيهم التغييرات، يعني دونجا طبعا هيبقى ليه مكان، ووليد سليمان برضو من العناصر الاساسيه موجوده، عمرو ورده طبعا، عمر جابر، احمد حسن فوق، يعني التغييرات في الماتشات غالبا هتبقى في المراكز 5 أو 6 أسماء دول لاعب. طيب بالتحديد يا محمد عايز اسالك فيما يتعلق بمحيط استاد القاهره والاستعدادات لاستقبال الجماهير الكتير ان شاء الله هتحضر هذه المباراه، وكمان مواعيد دخول الجماهير هتبتدي من امتى لحد امتى، موعد الافتتاح هيكون امتى ان شاء الله، كل الكواليس دي قول لنا عليها ممكن تكون ازاي.
يعني هو في تسهيلات، يعني الاستاد في تسهيلات وفي كويس كذا، يعني كذا مكان بيدخل منه الجماهير مش مكان واحد. حلو. التذكرتي او كذا والاجهزه الجديده دي هتسهل او هتسهل مهمه الدخول بسرعه. الاستاد هيبقى مفتوح من بعد الظهر لغايه الساعه 8 تحديدا، الاستاد هيقفل عشان حفل الافتتاح. هيقفل الساعه 8 من 6، 8 عشان لا 8 قبل حفل الافتتاح هيكون قافل، مش هيدخل حد. تمام اوكي. عشان حفل الافتتاح، حفل الافتتاح هو السبب ان هو حفل الافتتاح زي ما احنا عارفين هتيجي 8 ونص. في تسهيلات امنيه اميره قدام الاستاد، في ممنوعات نزلت على المواقع دلوقتي او نشرات نزلت على المواقع دلوقتي، ازازات الميه، ازازات الكنز، الشواحن، الباور بانك، الحاجات اللي هي الامنيه دي ممنوعه في اول ماتش الافتتاح. يعني اعتقد خلاص ان الجماهير عندها وعي تحديدا مع المنتخب ازاي بيتعاملوا باسلوب كويس، ما بقاش فيه طبعا الماتش هيتابعوا كل دول العالم، هيبقى فيه حاضر رؤساء دول وبعض نجوم الكره الافريقيه والعالميه. طبعا شفنا حفل القرعه تحديدا اكثر من مليار و200 مليون كانوا يشاهدوا الحفله يا امير. فبكره ماتش الافتتاح متوقع اكثر من كده، وان شاء الله يعني خلاص نتمناها ان شاء الله تبقى. وزي ما الافارقه يعني حتى الكلام معاهم، احنا بيبقى فرحانين واحنا جايين مصر، اي بطوله بتنظمها مصر بنبقى متاكدين ان البطوله بتخرج بصوره كويسه. ده اللي احنا اكدنا عليه. فده باذن الله بكره ان شاء الله يبقى حاجه كويسه كده، وان شاء الله الاستاد يبقى، يعني الاستاد انا متاكد ان الاستاد هيتملي قبل الميعاد المحدد لتغلق الابواب، وان شاء الله يبقى بدايه كويسه. ان شاء الله باذن الله. محمد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع.